منا كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن محمد صلاح ومسألة انتقاله للدوري السعودي من عدمه، وكل طرف من الأطراف بيؤكد وجهة نظره، يعني القائمين على الدوري السعودي أو بعض وسائل الإعلام السعودية بتؤكد أن الموضوع مفروغ منه وأن صلاح قادم الاتحاد جدة لا محالة. في المقابل تسمعي كلام بيقول ما معناه أن يورجن كلوب ونادي ليفربول بيقول برضه ما معناه أن صلاح مش للبيع أساسا وأن هو مهم جدا في خطتنا الفترة اللي جاية. فيترد عليه من الجانب السعودي كلام من عائلة، طب إيه رأيكم أن آخر مباراة هيلعبها صلاح بقميص ليفربول هتكون لقائه مع نيوكاسل، وبعد كده هنشوفه بلبس او بتيشيرت الاتحاد السعودي. الدنيا رسيت على ايه ولا لسه ما رسيتش؟ الدنيا لسه ما رسيتش يا كريم، بس خلينا نقول كده قبل ما نتكلم على اي حاجه بخصوص صلاح، يعني خلينا نشيد عن جداره بصراحه باللي عملته المملكه العربيه السعوديه السنه دي في سوق الانتقالات، لان العالم كله، مش العالم العربي، العالم كله بيتكلم على سوق الانتقالات في السعوديه، والنجوم اللي بقوا يقدروا ان هم يستقطبوها للتواجد في انديتها الكبرى، ما بقاش بالنسبه لهم او ما بقاش بالنسبه للجماهير السعوديه ان اي لاعب بالنسبه لهم يبقى حلم، لا، هو اي لاعب وارد جدا 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 في اي لحظه ان هو يبقى موجود في دوري روشن ويرتدي قميص اي نادي من كبار الانديه السعوديه. بالنسبه لموضوع صلاح، البدايه يعني ايه، ما كناش مصدقين، لا ده هم علوا سقف الطموحات بتاعتهم قوي، لا صعب ان صلاح ان هو يروح، لا ما نعتقدش ان صلاح ممكن يفكر في النقطه زي دي. صلاح طبعا ملتزم الصمت تماما كما هو المعتاد يعني، لكن الامور في وقت من الاوقات بتلاقيها قربت جدا وتلاقي لا خلاص ده هيبقى فيه اعلان، ووقت تاني تلاقي الامور ابتعدت. اخر حاجه كانت رسميه كانت من يورجن كلوب مدرب ليفربول امبارح بعد المباراه، بالظبط كده قطعها خالص بالظبط، لما 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 اتسال على انتقال صلاح للدوري السعودي وان في الكلام بيتقال، فهو رفض الجمله دي تماما وقال انه ما حدش يتكلم بصيغه الجمع، لانه انا ما حدش كلمني في رحيل صلاح، ما حدش كلم ليفربول في رحيل صلاح، وبالنسبه لهم الموضوع ده امر منتهي. فهي الكره حاليا في ملعب محمد صلاح، هو مرتبط بعقد مع ليفربول لحد 25 يونيو 2025، وبالتالي هو قدامه الموسم ده وقدامه الموسم اللي جاي، وارد جدا ان هو ينتظر نهايه عقده وبعد كده ياخد خطوه زي دي، ووارد انه ممكن واحنا قاعدين دلوقتي نلاقي امور جديده نلاقي الاعلان بالظبط. لو كنت في نفس الوضع مغريات يا كريم بصراحه، يعني خياليه المملكه العربيه السعوديه عامله سوق بصراحه، يعني واضح قوي ان هم عندهم خطه 2030 عايزين يوصلوا لها. فطبعا استقدامهم للعيبه اللي احنا شفنا النخبه من اللعيبه العالميين لفتوا الانظار. دلوقتي الدوري السعودي يعني بيتفرجوا عليه حوالي يمكن 65 يمكن قناه، فده يعني جذب بشكل كبير جدا. واضح ان في خطه معموله للمملكه العربيه السعوديه لتطوير طبعا كره القدم بالنسبة لآسيا، وكمان هم كمان عندهم طموح زي المغرب كده ان يقدروا ينظموا دوري الأبطال ويقدروا ينظموا كأس العالم بعد كده.